خلاص يا فندم. انت جديده هنا؟ اي فندم. اصل اول مره اشوفك. ان شاء الله يا فندم مش هتبقى اخر مره، عن اذن حضرتك عشان ورديتي خلصت. من حسن حظي اني اقدر اوصلك. معلش يا فندم، هو مش هينفع علشان اخويا اللي هيعدي عليا ياخدني بعد اذنك. محمود قصص فتح فين؟ في مكتبه جوه. انا كنت خلصت الورديه بتاعتي وكنت جاي استاذن عشان امشي. ايه دعاء؟ الناس تخبط قبل ما تدخل، ولا انت فاكراها وكاله من غير بوابه يا اختي؟ انا اسفه جدا يا فندم، بس ظهر ان انا خبطت وانتوا ما سمعتوش. طب يا استاذ فتوح، حضرتك عايز مني اي حاجه؟ لا امشي بروحي انت، امشي امشي. يلا 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 ماشي. يلا اختي روحي شوفي شغلك. يلا ايه يا اختي؟ عايزين انت الاخرى ان شاء الله. زي ما قلت لحضرتك يا فندم، كنت عايز امشي بس علشان تعبانه شويه. تعبانه شويه يا اختي؟ لسه فاضل على ورديتك 10 دقايق. الظاهر باين عليكي خدتي على الدلع. مخصوم منك 3 ايام. مالك يا بنت هتاكليني بعينيكي كده؟ هو كان حصل ايه يعني؟ ما حصل ايه يعني؟ يا وجعتك يا شيخ، كل ده يا بنت ما حصلش حاجه؟ انت يطلع منك كل ده يا ماجده؟ انت ما الواحده مننا لازم تمشي حالها، ولا عايزانا ابقى مقفله زيك واخر الشهر يتخصم نص مرتب، ولما احب اخد سلطه ولا اطلب اجازه تترفض. بقى هي الحكايه كده يا بنت؟ فتحي مخك وشغلي دماغك، ما هي الدنيا كده. وبعدين يا اختي ما انت بينوبك من الحب جاني. ايه ده؟ انا؟ انت مش كل ما بتحتاجي بتجري وتقولي سلفيني يا ماجده، محتاجه يا ماجده، الحقيني يا ماجده. ولا تكونيش يا دعاء فاكره ان ماجده دي عندها بنك تسليم، ولا قاعده على تل فلوس. اسمعي، انا زي زيك ويمكن ظروفي ألعن منك 100 مره. بس انا على فكره لما بستلف منك فلوس بردها لك، ما باكلهمش عليكي. ولا ما تردهمش يا اختي، ما بقتش فارقه. بس الواحده مننا لازم تعرف فين مصلحتها وتمسك فيها بايدها وسندها. وانت بقى ان شاء الله ما لقيتيش مصلحتك غير مع العره المعفن اللي اسمه فتوح ده. ايدي على كتفك، هات لنا اللي يدفع فينا الغالي، ولحد ما تلاقيه اهو فتوح موجود وكل برغوت على قد دمه. وبعدين بقى ما تريحيه وتريحي نفسك. اريحه واريح نفسي؟ اقول لك يا دعاء، الراجل عينه منك وانت مطنشاه، انما كده لو لينتي دماغك وفتحتي مخك الراجل هيدلعك وهيبسطك وهيرضيكي على الاخر وهينفذ لك كل طلباتك. انت بنت اتجننتي؟ انت ازاي اصلا تسمحي لنفسك تقولي لي كلام زي ده؟ بس بس بس، انا لا اتجننت ولا عقلت، انا بجيب لك من الاخر وبقول لك الكلمتين المفيدين. وعشان تبقي عارفه، كل البنات اللي هنا بيعملوا كده، وانت حره وعقلك في راسك تعرفي خلاصك. سلام يا قطع. اسود ومنيل. بصرة. بصرة؟ اه بصرة. ماشي يا عم بركة. إيه؟ انا قلت بصرة يبقى بصرة. العب. الواد يوش. واد. اه واد. انت بتاكل معايا حلاوة ولا بركة؟ ليه؟ ده شاي. لا ده واد، بس هو كبير شوية يعني، ايه المشكلة؟ ماشي يا بركة، عداها لك المغاضر. العب 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 يا سيدي. ايه ده؟ ايه؟ هو ابو ضاي كان بيعمل ايه في البدروم؟ اه صحيح، هو ليه حد في البدروم؟ مش عارف والله. انت بنت حلال مصفي وبتيجي على دقة المدفع. خير يا معلم؟ خير ان شاء الله. الوش ده هيجيب ايه غير كل خير؟ اكيد. مش هقولك، هسيبك كده قايدة على نار لاني عاملها لك مفاجأة. مفاجأة ايه بقى؟ هتعرفيها من طنط عطيات. بقولك ايه، مثلي على نفسك حتة حتة وما تنسيش ولا حتة. يا نورت الحتة. امتى بقى؟ رايح على فين يا زين؟ رايح اوقف اللي اسمه ابو ضايا ده عند حد. لا يا زين الله يخليك، مش كفايه اللي حصل لحربي؟ عايز تجيب لنفسك مصيبه وتحصله وتسيبوني انا لوحدي؟ دي دعاء يا بركه. يا عم دعاء صديته، ولا انت عايز تجيب لها مشكله في الحته؟
ماشي يا بضايا الكلب. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا مرات ابويا. عامله ايه؟ العظيم حياتك عندي ما معايا ولا نكله. اصبري بس لحد اول الشهر ان شاء الله تاخدي مرتب كله. وماله يا ست الستات؟ ولا يهمك، هي الدنيا طارت. هو في ايه بالظبط؟ دعاء مش هتصدقي، انتي جالك عريس. عريس؟ ايوه، قيمه وسيمه طول بعرض. وتعرفيه المعلم قبضايا. ايه البلطجي نهرسه دومني ده اكبر مني بيجي اكتر من 20 سنه. كاترين ما قابلني تحت قدام دخله البيت، قال انه محضر لي مفاجاه. بقى هي دي المفاجاه؟ نهار اسود ومنيل، نهار اسود، دي مفاجاه اوسخ من وشه. انت طولي يا ستي لا طول ولا قصر، ما دام عاجبك قوي كده شيلي الوقت عوزه، انا ما يلزمنيش. بنت انت ما تقليش ادبك، ما تخلينيش اخدك على سداق. اقطع ايدك، انت اتهبلتي، انت هتمدي ايدك عليا. ماله المعلم قبضايا؟ هو في ايه؟ ما حدش قادر عليكي، راجل كسيب وكبير منطقه وهيدفع لابوكي 3000 جنيه عمر ابوكي وجدودك ما شافوهم. بقول لك يا ست انتي، انا بلعت لك الزلط وعماله اقول يا بنت استحملي، عدي عيشتك، ما تمرريش عيشتك انت وابوكي اكتر ما هي مرار بسببك. لكن لحد كده وكفايه قوي، انا جواز مش متجوزه، انت فاهمه ولا لا؟ ودي اللي انا ربيتي من جديد. بقول لك اوعي. اوعي اوعي. في ايه؟ صوتك واصل لاول الشارع. شايف المفعوصه؟ صوتها عيل عليا نوفل. هو ايه اللي حصل؟ شفت مراتك يابا؟ مراتك عايزه تجوزني القبضايا. ماله قبضايا؟ عايزه افهم. ما قلت لك كبير منطقه وراجل قد الدنيا. سامع يابا بتقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد يا بنتي. نهار اسود ومنيل، انت هتبيعني يابا عشان خاطر 3000 جنيه؟ يا بت يا بت وجعتي قلبي، والنبي اسمعيني، الموضوع مش موضوع فلوس بس، الراجل ده على قد ما هو جدع شراني واحنا مش قده، هيسود عيشتنا ويمرمرها قد ما هي مره. اصل قبضاي ده راجل مفتري يا بنتي، يعني لو زعلناه ممكن يولع فينا، لا والاكتر ممكن ياذيكي. والنبي يا اختي، والنبي الله يهديكي، انت لو وافقتي او رفضتي هياخدك ان شاء الله غصبانيه، احنا مش قده. دعاء نوفل، عقل بنتك يا نوفل، هتودينا في ابو نكلة. مالك يا دعاء؟ مفيش حاجة يا زين. يا بنت ما تتكلمي يا بنت، فضفضي. ساعات كده الواحد يبقى مخنوق ومتضايق، محتاج حد يفضفض معايا. يا زين كل واحد فيه اللي مكفيه، تفتكر هيبقى ناقص كمان ان يشيل هم غيره؟ دعاء ورحمة أمك يا شيخ والعشرة اللي ما بيننا، لو احتاجتي حاجة أو احتاجتي حد تفضفضي معاه أنا موجود، احنا عشرة عمر يا بنت. ربنا ما يحرمني منك يا زين يا ابن الأشقر. تصبح على خير بقى. انت بألف خير.
وفي ناس تقول لك ما يقع على الشاطر. صدقهمش. الناس دي بس مش فاهمه. الشاطر مش اللي يقع. الشاطر اللي لما يقع يعرف يقوم تاني. فاهمني يا حربي؟ الشطارة انك لما تقع تعرف تقف تاني على رجليك. وعلى فكرة مش مهم انك تتصرف صح او غلط. المهم انك توصل لهدفك. الهدف اللي انت محدده. بأي طريقة بقى مش مهم. خد وقتك، مستعجلش. عشان اللي بيستعجل بيتكعبل. خد وقتك. فكر وخطط ودبر برواقة. ولما توصل للحظة المناسبة استعجل.